هلا بنفتح البرنامج، نعمل كومبوزيشن جديد من هاي الأداة الصغيرة هون، نكبس عليها نسمي الكومبوزيشن. تمام، نسمي، لا هلا بعد ما ننهي نفتح نجيب ملفات. نسمي الكومبوزيشن، سميناه انترو. احنا نختار الدقة من هون مثل ما قلنا 720 اتش دي او 1080 فول اتش دي، نخليها اتش دي. ومن هون عدد الفريمات. هلا الثانية مكونة من عدة فريمات، نحن اخترنا انه 30، يعني كل ثانية مكونة من 30 فريم، فينا نساويها 60 فينا نساويها 30 او قد ما بدنا، رح نخليها 30. والوقت نخليه 10 ثواني من هون لانه انترو مدته قصيرة. لا هلا من هون من هون نختار عدد الثواني، ومن هون نختار عدد الدقائق. من هون هلا من هون مثل ما قلنا بنختار عدد الثواني من هون الثانية، ومن هون عدد الأجزاء الثانية. هاي رح نساويها 10 ثواني. شوفوا هون، تمام بلش. اوكي هلا الدقة هون اتش دي 720، بدي غيرها. اذا بدي غير الدقة بكبس على هذا الرقم، بغيره من 720 ل 1080 صار اتش دي فول اتش دي. تمام، فيني اختار من هون دقة 4K او 2K او 8K موجودة من هون. تمام، من هون يعني دائما ما رح يلزمنا غير اتش دي او فول اتش دي، بنساويها بايدنا. هلا من هون بنسميه من فوق الكومبوزيشن، رح نسميه انترو، واخترنا عدد الثواني. هلا بنكبس اوكي، صار عندنا كومبوزيشن. تمام، هلا بنجيب اللوجو تبعت المركز موجود هون، فينا نختاره من هون. موجودين عندي اعطيك اياهم فلاش يعني موجود بالفولدر اللي انت اعطيتنا اياهم؟ ايه هي موجودين. هلا اذا بدنا نسحب ملفات هدول بنكبس عليهم، بننزل لتحت على الايقونه وبننزلهم هون. هي طريقه، وفي طريقه ثانيه فينا نكبس من هون كبستين. طيب انا ليش ما قلنا في عندنا طريقتين؟ ايه هلا هلا بعد ما نقلنا اللوجويات على البرنامج بدنا نحولهم لكومبوزيشن. هلا اذا نزلتهم لتحت راح يتعامل معهم كطبقه واحده، انا بدي اتعامل مع كل كلمه او كل لير لحال. بكبس عليهم بالكبس اليمين بليس فوتاج ويز ليرد كوم، بكبس على الكبسه اليمين بليس فوتاج ويز ليرد كوم على اللوجو. بنكبس على اللوجو. هلا بنعمل الاثنين هيك، كبسه اليمين ريبليس فوتاج ويز لاير كوم، ريبليس فوتاج ويز لاير كوم. هلا بننزل اللوجو اللي بدنا اياه واللي صار كومبوزيشن، رح ناخذ هذا لتحت نكبس عليه فرد كبسه، بننزله لتحت على الكومبوزيشن اللي عملناه. تمام، اللي هيك لونه نحن بنكبس عليه من هون بيطلع لنا من هون اللون والشكل. ايه اللي بدنا اياه اللي رح نستخدمه، اسمه لوجو المركز العربي. هلا اول ما نزلناه بيكون حجمه كبير كثير، ليش؟ لانه هو بالاصل من الفوتوشوب قياسه كبير. نكبس اس اس سكيل ومنصغر حجمه. اس سكيل و سمان شيء هذا الرقم نكبس عليه ونغير القيمه لك نحن على كيفنا، او بنكبس على الرقم نسحب يمين بيكبر على اليسار بيصغر. لا حتى لو ما في ماوس نكبس عليه كبسه بنغير الرقم. نغير الرقم طيب.
اللوجو هذا على شكل كومبوزيشن، نكبس عليه كبستين بيفتح لنا. ليش؟ لحتى نحذف الخلفيه ونختار اللايرات اللي بدنا اياهم نحن بس. تمام، موجود هون هذا كومبوزيشن، نكبس عليه كبستين بيوم يفتح كومبوزيشن ثاني، كبستين ورا بعض. هلا بعد ما كبسنا كبستين فتح لنا الكومبوزيشن الجديد تبعيت اللوجو، اللوجو المركز العربي، مكون من عدة لايرات. نحن رحنا نحذف الخلفية هاي أو نكبس على العين أن تنخفى الخلفية، اسمها باك جراوند، شلناها. إيه كبسنا على العين شلناها. هلا رح نختار باقي اللايرات هدول، نكبس لون كنترول سي، اخترناهم من هون مثل ما نختار ملفات، نكبس على مكان فاضي ونختارهم كأننا عم نختار ملفات، نكبس كنترول سي نسخ. منرجع على الكومبوزيشن الاساسي بس كنترول في نسخ. هلا بعد ما كبسنا لهم كنترول في، هلا ما عاد لازمنا هذا الكومبوزيشن. تمام، الكومبوزيشن هذا القديم ما عاد لازمنا، رح نحذفه. اي نحذفه. تمام، هلا بعد ما حذفناها هدول اللايرات هن موجودين هون، هن بكبسه واحده نخليهم يصيروا بوسط الشاشه. هلا رح نعمل فيت اول شيء، نختارهم كلياتهم، نكبس بالكبسه اليمين ترانسفورم سنتر ان فيو. هاي الكبسه بتخليهم يصيروا كلياتهم مركز الشاشه بغض النظر عن حجمهم. نرجع بنعيدها، نختارهم كلهم، كبسه اليمين ترانسفورم خامس خيار من فوق، ترانسفورم سنتر ان فيو. سنتر ان فيو، هلا نتابع ولا لا؟ هلا صار عندنا هدول اللايرات، بدنا نظبط احجامهم لحتى يصيروا متناسقين. رح نصغر كل وحده لحال، نكبس اس سكيل ونصغر، اسكيل ومنصغر كل وحده منصغره لحتى يصير الحجم مناسب. نكبس على اللاير اللي بدنا نصغره ونكبس اس، حرف الاس سكيل ومنصغر من الارقام اس، ونغير الارقام. هلا نحن الحجم هلا اذا بدنا نسمي ملفات مشان اذا بدنا نسمي لايرات مشان ما نضيع، نكبس على اللاير بدنا اياه او ان كان فيديو او اي شيء، نكبس عليه ونكبس انتر، صار فينا نسميه. مثلا رح نسميه روبوتي جسم اللوجو، وهي مثلا كلمة رواد، نكبس عليها من هون نكبس انتر نسميها الرواد. صح، مشان نحن ما نتخربط اذا كانوا عندنا كلياتهم طبقات بنشيلهم كلياتهم، نكبس العين للكل ونخليهم وحده وحده مشان نشتغل فيهم على كيفنا. وهلا كلمه الرواد هي كبسنا عليها العين، بنحطها تحت اللوجو، يعني نصفهم بشكل يكون متناسق. لسه ما رح نحرك هلا، وحده رح تنصغرها بنكبس اس سكيل ونغير رقم حتى يصير متناسق. تمام، اذا بدي اربط كلمة مركز بكلمة الرواد بحيث كيف ما تحركت تحرك معه، كيف ما صغرت تظهر معه. نشوف، نكبس على كلمة المركز، بنروح على اليمين. هلا بنروح على اليمين بنلاقي في قائمة اسمها parent في شكل لولبي هون، هذا الشكل قائمة parent. كلمة المركز بناخذ هذا الشكل اللولبي تبعيتها بنسحبه هيك على كلمة الرواد.
هلا حرك اذا حركت الرواد رح تصير تحرك معها كلمه مركز لاني ربطها معها صار كل ما تحركت تحرك معها كلمه مركز لحالها اذا حركتها ما رح تاثر كلمه رواد ايه اذا بدي فك الربط لما يكون بحركة كلمة رواد هلا اذا نحن بدنا نشيل اذا بدنا نشيل الربط من الكلمة اللي ربطناها بنروح على اليمين بنلاقي اسم اللاير اللي ربطناه فيها الاس هلا اذا بدنا نشيل الربط مثل ما قلنا بنروح على الكلمة اللي رابطين فيها بنلاقي هون قائمة مكتوب اسم اللاير اللي ربطناه فيه بنكبس عليها وبنكبس نون راح الربط بيناتهم احنا ما ضروري نربط ما كان كنا بنشوف فيه طريقة طب هلا هون هلا راح نضيف الخلفيه نروح على قائمه لاير نيو سوليد ونختار اللون الابيض اول شيء لاير نيو سوليد نختار لون ابيض تمام بنحط اللاير اخر شيء ورا كل شيء نغير لون اللاير نكبس عليه من هون هي القائمة نكبس هذا المستطيل شايف شغلة فينا نغير اللون من هون نكبس على هذا المستطيل أو فينا ناخذ حي الله لون موجود بالبرنامج من هذا الدبوس ما حطيناه بياخذ اللون مثل فوتوشوب يعني تمام هلا أنا ما أعطيته هذا اللون ليش راح يلون هلا كمان نرجع نعمل لاير نيو سوري لاير ايه عادي كل واحد لاير نيو سوري كمان مره ثانيه ناخذ دبوس نختار لون ازرق فاتح من هون او نختار نحن اللون اللي بدنا اياه ازرق فاتح من هون هيك بس اوكي لحاله هلا صار تحت اخر طبقه هلا بعد ما اخترنا هذا اللاير بروح على هي الاداه الماسك اللي قلنا عليها اداه الماسك بنختار الشكل الدائري بنضل كابسين عليها بيطلع لنا قائمه بنختار شكل هذا البيضاوي تمام نكبس عليه كبستين ورا بعض هلا عمل ماسك اوتوماتيكي لحال يعني انه شكل بيضاوي على قد الكومبوزيشن نحن الان اخترنا الابيض قصينا هلا الازرق هلا بعد ما عملنا الماسك بنلاقي تحت مكتوب ماسك وجنبها قائمه اسمها اد نكبس على الاد تطلع لنا قائمه نساويها سبتراكت نساويها سبتراكت ما سويناها سبتراكت قص ماسك من جوا القصص اللي من برا هلا ايه تمام هلا بنكبس اف اختيار هي تبعت حواف بنكبس اف عن القائمة الحواف بنساويها 700 لاحظ شلون اختلف اللون كليا احلى بكثير هلا رح نبلش تحضير هلا رح نبلش تحريك هلا نكبس على اللاير اللي بدنا نحركه نكبس بي بوزيشن وغيره تمام حطنا كلمة بوزيشن وجنب الساعة ايه خمسة جنب هلا كلمة مركز كبسنا عليها وكبسنا البي بوزيشن تمام حطنا جنب ساعة نكبس على الساعة تمام تشكل عندنا كي فريم من هون هالكي فريم عنده هي كلمة مركز موجودة هون بنزيحها شوي لقدام لبعد ثانية وشوي أو لبعد ثانية بس الكي فريم هاد اللي هون تحت العصاية زحيناه لبعد ثانية هلا حتى نشوف يعني بشكل أوضح نكبر ونصغر
هلا بنحرك كلمة مركز على اليمين أو على اليسار، كيف ما بدنا، على اليمين. مثلا اللابتوب معلق. وهلا خلينا نكبس على كلمة مركز، نكبس عليها. هلا بنكبس مسطرة نشوف شو ساوينا. نكبس مسطرة نشوف كيف. تمام. هلا اذا لقيناها بطيئه مثل ما قلنا فينا نسرع الحركه او نبطئها. اذا بعدنا الكي فريم الثاني لقدام صارت بطيئه اكثر، قربناها على اليسار صارت سريعه اكثر. كل ما قلت مسافه بيناتهم كل ما صار اسرع. قربها شوي لحتى نلاقي صارت مناسبه. هيك تمام لبعد نص ثانيه. لا نفس الشغل اللي اشتغلناه رح نشتغل على كلمة الرواد. تمام. من محل ما انتهت هي بنطلع صايع على النقطة مشان تكون. لا طيب هلا هون كلمة رواد رح نكرر نفس الشيء، بس خلينا نشتغل هلا على اللوجو. اللوجو لحتى نخليه يكبر ويصغر نكبس على السكيل اس، نكبس على الساعة، شكل عندنا كي فريم. هذا الكي فريم بعدها شوي نغير القيمة من هون للصفر، نكبس على الرقم بنساويه صفر. هلا بنكبس مسطرة بنشوف كيف صار اللوجو يكبر هيك. تمام. نكبس مسطرة صار هيك تحرك. هلا فينا نخلي اللوجو يدور وهو عم يكبر يصغر، كمان نفس الشيء بس نكبس ار روتيشن. هدول الأوامر الأساسية. ار روتيشن نكبس على الساعة شكل عندنا كي فريم. بنقدمه لبعد شي نص ثانية ومنغير من هون حركه، يعني في ناقص 100 درجة أو بالشكل أنا بدي إياه. نشوف كيف بيصير. هلا بنشوف كيف صاروا يتحركوا هيك كلياتهم، كلمة مركز، كلمة رواد واللوجو. هلا كمان فينا نحرك كلمة رواد هاي بسرعة. نخليها من البداية هي تتحرك. تمام. نكبس بي بوزيشن، نكبس على الساعة، بنقدم شوي لقدام ومنحرك على اليسار. نفس العملية نشوف كيف صاروا يتحركوا. هلا إذا لقينا إنه هذا اللوجو بطيء يعني هدول سابقينه، بس فينا نكبس عليه من هون ونزحه على اليسار نشوف كيف صاروا كلهم يتحركوا سوا. تمام. هلا فينا نضيف أصوات. نضيف أصوات مثلا مثلا. تمام. ما في وقت تسجيل نفس المكان. إيه بس.